راديوس. سيفتي منتخب عضو في الجهة ونائب برلمان الاستنكار أكبر الاستنكار باش يعودوا محلات بيع الخمور مفتوحة في الأحياء الشعبية أمام المواطنين في زر المدارس، وحنا كنتكلموا عن التعليم ونتكلموا عن التربية ونتكلموا عن تربية الأبناء، هذا شيء وحرام وشيء ولا عاد مرخصته السلطات راهي رخصت شيء لا يعقل. إلى عادة ما عليه المنتخبين اللي احنا من ضمنهم رانا ارتكبنا جريمة ما يتقهر، لأن لا يعقل عن منطقة نادية فيها فئات فقيرة يعود فيها توزيع الخمور، لأن كاينة مناطق مخصصة السيد الرئيس، كاينة مناطق مخصصة النشاط السياحي والداخل غزاتها غير السياحة. لا يعقل عنك انت كرئيس وانا كنائب برلماني عضو معاك ومجهود وهذه الناس كاملة نقبلوا باش يعود محل مفتوح في حي النهضة في حي الشعبي ينباع فيه الخمر، هذا لا قبلنا حاجة، لا قبلنا جريمة، ولا قالت السلطات تتحمل مسؤولية. أنا اللي منافي للتربية، منافي للدين، منافي للأخلاق، والتمس من السيد الوالي والسيد العام عن يدخلوا في النهضة. لا يعقد عنه نتكلموا عن تربية في الأحياء الشعبية يباع الخمور، تباع الخمور. ساكنة حي النهضة داروا عدة تظاهرات، ندوا بظاهرة، إذا يجب عنها تتوقف. لا يعقل عنا منتخبين خلوها تمر علينا مرور الكرام. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.